الاناليز الاولى الخوت ديال العودان، العودان اللي مزيان كاين الربعة والعشرة والتلتاش والستاش والحداش والجوج والواحد. يلا الخوت ندخلوا الاناليز باش تشوفوهم واش مزيانين ولا لا. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا اليوم باش نشوفوا الكانتي ديال نهار الاحد 16 فيفري 2020، كاينه في فانسن كورس نيميرو 3 البري دو لا فيت اوريونتال. الخوت قيمه الجوائز ديالها 43000 اورو، تيب ديالها لاتلي 2850 مترو، ديبار ديالها اوتو ستار في الجرون بيس الخوت، كود كورد دغوش، ديبار ديالها مع 3 و4 الخوت. قبل ما نبداو الخوت في اناليز ما تنساوش دعموا اخوكم لايك قبل ما تبدا تفرج، الله يحفظكم. يلا بلا ما نطول عليكم بزاف، يلا ندخلوا نشوفوا العود رقم، العود رقم واحد كما تشوفوا الخوت في الديبار داير فيه نتائج عيانه، ما داخلش، داير ثالث ما داخلش، في لاكورد كذلك هو مثال داير سادس ما داخلش الاول ثالث، في المسافه اللي هي 1600 داير سادس داير الاول. العود رقم جوج كما تشوفوا في الديبار اللي هي اوتوستار ديستونس داير رابع داير ثالث، في لاكورد داير ثالث ثامن ثاني تاسع، في الديستونس داير ثالث، لعب اربعة المرات جوج بلاصي فيهم جوج ما داخلش فيهم ما مبلاصيش، تيبان شوية عيان. العود ثلاثة كما تشوفوا في الديبار عنده نتائج زوينة، مشارك في 2020 جوج مرات في الديبار، في الاوتوستار ديال الرابع الاول، ديال الرابع تاني الاول، في 2020 في الديستونس ديال تاني الخوت. هنايا الخوت تيبان راه مزيان، العود رقم ثلاثة مزيان، وخا تيلعب في المونتي راه مزيان في لاطلي الخوت. العود رقم ربعة كما تشوفوا في الديبار لعب في 2020 مدير فيها والو، ديستونس فيها ومدير فيها واحد، مدير فيها برومي، في لاكورد كوش الخوت مدير برومي ديستونس، في المسافة مدير برومي 2019 مدير تروازيام ما داخلش الاول، الاول ديستونس 2018 قدامكم الخوت، ديستونس ديستونس ما داخلش. نعاود ربعة تا هو راه مزيان. نعاود رقم خمسة مشارك مرة واحدة في 2020 ديستونس فيها، في الديبار وفي الكورد، وفي ديستونس جايب سادس. هنايا في الديبار الخوت عندو نتائج زوينة، نتوما كتشوفو في الاوتوستار، هنا في لاكورد كذلك مثلا عندو نتائج مبيهاش، يتبلاص يجيب برومي. هنايا في الديستونس دير سابع الاول سادس تاسع في 2019. العود رقم ستة في الديبار مشارك في 2020 ديستونس فيها، في لاكورد كذلك ومثال في 2020 ديستونس ما داخلش داير سابع، هنا في ديستونس عنده مشاركة واحدة في 1600 راه مدير فيها والو. العود ستة راه تيبان عيان قاع بزاف مقتول. العود رقم سبعة ملاعبش في الديبار في 2020 2019 ديستونس دير برومي، في لاكورد دير سابع تاسع، في ديستونس دير سابع في 2020 2019 دير ثامن دير ثاني ما داخلش ديستونس ديستونس. هنايا في لاكورد راه عنده نتائج زوينه، في لاكورد كما تشوفوا تيدخل الاول شحال مره، ولكن في ديستونس راه عيان. العود 8 كما تشوفوا المشاركة عنده لا في الديبار لا في لاكورد لا في ديستونس ما دير والو، سابع ما داخلش ديستونس ما داخلش ديستونس. العود 8 عيان. العود رقم 9 كما تشوفوا هنا في الديبار مدير ثامن، في لاكورد ما داخلش دير ثاني، في المونتي ديستونس ما داخلش ديستونس ديال تالت الاول تاسع اريت تدير تام. هنا في المسافة اللي هي مهمة ما داخلش فيها ديستونس ما داخلش ديستونس ديال الاول، فلاتلي هادو ديال المونتي الخوت كما تشوفوا. العود تسعود تيبان شوية عيان. العود رقم عشرة
وتختار ملاعب في 2020 2019 اريتا فيها 2018 ديال الاول ثاني ديستونسا سابع ثالث سادس. هنايا في لاكورد مشارك في 2020 جوج مرات دير فيها برومي 2019 دير برومي دوزيام ساتيام ديستونسا دوزيام اريتا. المسافة راه عنده جوج نتائج الاخرين راه مزيانين في برومي وفي برومي ساتيام في برومي وفي ساتيام العود 10 هو راه مزيان. العود رقم 11 ما عندوش لوتو ستار في 2020 2018 مدير فيها 8 2019 مدير فيها 8 2018 مدير فيها 9 5 6 فلاكورد مشارك 4 المرات في 2020 دير 5 ديستونس 9 ديستونس في المسافة مدير 5 ديستونس 2019 دير رابع ما داخلش دير سابع دير ثالث. العود رقم 12 كما تشوفوا انا ما عندوش ديبار ما مشاركش فيه في 2020 اكثر اللي شارك في المونتي هذا. انا في ديبار 2019 ما داخلش دير ثامن دير الاول دير تاسع رابع ثامن تام في لاكورد مشارك غير في المونتي في هذا العام هذا وفي الديستونس. بغيت نعرف الخوت اللي عنده شي علم واش العودان ديال المونتي مزيان تكونوا مزيانين فلاتلي ولا لا. اللي كاينه شي حاجه خوتي خلي ليا في كومونتير الله يحفظكم. العود رقم 13 كما تشوفوا في ديبار مشارك مره واحده في 2020 ديستونسا فيها 2019 دير الثاني ديستونسا الاول في لاكورد في 2020 وفي ديستونس مدير فيها الثاني. وهنايا مدير برومي يقدر يكون لعبه في لاكورد دروات. المهم هنايا في لاكورد مدير الثاني ديستونسا ثاني ثاني ثامن ديستونسا ثالث ثاني ثالث كما تشوفوا هادي شي في 2019. هنايا في ديستونسا عاوتاني مدير الثاني الاول في 2019 دير ديستونسا دير تاني تاني سادس ديستونسا تالت الاول تالت كما تشوفوا الخوت راه تيبان مزيان. هاد العود رقم 13 راه مليح. العود رقم 14 عنده مشاركات قلالة الخوت كما تشوفوا خامس في الديبار في الاوتوستار في لاكورد جوش دير تامن ما داخل السادس في الديستونس دير تامن سادس. اذا 14 راه تيبان عيان كاع. العود رقم 15 كما تشوفوا في ديبار مدير ثامن رابع دير سادس ما داخلش في لاكور دير سادس خامس في الديستونس عنده مشاركه واحده مدير فيها سادس يعني تيبان يقدر يتبلاص. هاد كاتش ماي لوف يقدر يتبلاص. العود رقم 16 في الديبار كما تشوفوا ما عندوش مشاركات في 2020 2019 دير سابع ثاني سادس 2018 ثاني 2017 دير تاسع ما داخلش في لاكورد العام 2020 دير ثاني 2019 دير خامس الاول سادس سابع ثالث ثاني الاول رابع سابع ما داخلش في الديستونس هذا العام دير برومي دير خامس 2019 سادس الاول ثاني ما داخلش. نتائج عنده زوينه. هاد العود رقم 16 خوت حتى هو راه مزيان خوت. سمحوا لي لك طولت عليكم خليتكم راحه البال. تهلاو في راسكم اللي بغى يقمر راسو تسنى حتى شويه يعطيك شي حاجه. الله يسهل عليكم خليتكم راحه البال تهلاو في راسكم الله يعاون.